وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ شوفي مثل مصري كده يقول لك الفقي لما يسعد تجيله عشوتين في ليله واحده. انا النهارده جات لي العشوتين. العشوه الاولانيه التوافق الروسي البريطاني على وضع اليه للحل السلمي في الازمه الاوكرانيه. انا افتكر ان انا اول اسبوع قلت نفس الكلام، قلت استحاله العالم ما بقاش بصدد قيام حروب كبرى تاني بعد 1945. مفيش حاجة اسمها حرب عالمية تاني. الناس بتاعة أوروبا تحديدا مش مستعدين يدفعوا نفس الأثمان الباهظة اللي دفعت في الحربين الأولى والتانية. إلا أنه لازلت بشدد، وضع حلول غير مكتملة تؤدي دائما إلى مشاكل أكبر. الحل غير المكتمل اللي اتعمل بعد الحرب العالمية الأولى وما أطلق عليه معاهدة فرساي كان حل تافه وبايظ، فأفسد الأمور زيادة على فسادها الأول، فأدى إلى إيه؟ إلى اجتياح ألمانيا للقطاعات الشرقية من أوروبا أو الشرق الألماني بقى، ودخلوا بولندا وتشيكوسلوفاكيا يعني، وبعدها طبعا قبلها كانوا احتلوا النمسا وما إلى ذلك. حلو، طيب سيبنا من ده تاريخيا، لكن فرساي عملت ايه؟ فرساي لانها لم تكن حلا مكتملا ادت الى الحرب العالمية الثانية، ووقتها خد العالم اللي في ايده القرار، احنا مش هنخش حروب كبرى تاني. تمام، يبقى لازم الحل الروسي البريطاني يبقى حل مكتمل حتى لا تتجدد الأزمات. زمان كان عندنا أزمة جورجيا وأوسيتيا الجنوبية لو تتذكروا في 2008، دلوقتي عندنا الأزمة بتاعت أوكرانيا. احنا مش عاوزين أزمات، لا الأوروبيين ولا احنا ولا العالم يحتمل المزيد من الأزمات الكبرى. فالحمد لله انه الرؤية المتواضعة بتاعتي طلعت صح. طب ايه العشوة التانية يا عم يوسف؟ الاقتصاد. احنا مش امبارح كنا بنتكلم على قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصري؟ فتيجي النهاردة تشوف الاجتماع بتاع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيتكلم على الصادرات المصرية بالقيم الدولارية، وده بيبقى مهم في ايه حكاية القيمة الدولارية دي؟ مش عشان يخشنا الدولار ولا يورو ولا مش دي القصة، علشان يبقى الرقم قدامك دايما في ايه؟ بنثبت عامل اللي هو ايه؟ العملة في الحالة دي. فانا جيت لو قلت مثلا والله ده انا صادراتي بالجنيه المصري كذا، طيب سعر الجنيه المصري قد يتغير من عام الى اخر او لظروف او اخرى امام سلة عملات اجنبية، دولار استرليني يورو يوان الخ الخ الخ. طيب الصادرات المصرية بتحقق ايه؟ 45.2 مليار دولار، الاعلى في تاريخ الصادرات المصرية، تاريخ من يوم ما عرفنا كلمة اسمها تصدير. حلو؟ طيب لما يبقى العام ده اللي هو 21 45.2 من عشر، ويبقى المستهدف بتاعنا 100 مليار، واحنا كنا اعلى قيمة تصديرية حصلت في العام المالي 10-11 20-10 20-11، ثم مرينا بكل الظروف اللي حضراتكم شفتوها لحد 2014، يعني عطلة ما بعدها عطلة، عطلة بس؟ لا، الاقتصاد المصري وقتها كان بالسالب، يعني لا هو مستقر ولا صاعد، صاعد دي انساه، يعني من 2011 ل 2014 مفيش أي شكل من أشكال الصعود، ولا الضخ الاستثماري، ولا استثمارات مباشرة، ورأس المال الوطني اللي هو رجال أعمال بعض من رجال الأعمال المصريين خافوا وقلقوا فخدوا بعضهم وقفلوا استثماراتهم بدأوا يستثمروا في دول تانية. شوف للدرجة دي كان الوضع عامل ازاي، مؤلم مخيف. طيب فما بالك بقى برؤوس الأموال الأجنبية ولا استثمارات حكومات ولا ولا ولا، قال لك سلام عليكم قفل. فبقى الاستثمار في مصر نازل، بقى تحت الصفر مش صفر، وده بمنتهى الدقة ما فيهاش أي مبالغة، مش صفر، تحت الصفر. وبدأت انت تاخد الخطوات بتاعت الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد واحدة واحدة، وانت بتعالج الملف بتاعك الملف الأمني وحربك ضد الإرهاب، وبتعمل كمان معاها الحلول الفكرية، وبتقدم كمان أمامها المقاربات بتاعتك لمواجهة الإرهاب مش بس في مصر ولا في المنطقة بل في العالم وهكذا. فوصلنا إلى الاقتصاد بتاعك استقر، وبعدين أصبح بينمو، وبعدين أصبح صاعد، فوصلت إلى أعلى معدل استثماري أو أعلى حجم صادرات وصلت له في تاريخك الاقتصادي الحديث، الـ 45.2 دول. ده معناه أنه التارجت اللي اتحط أو التوجيه أو الأمل أو بمعنى أكثر دقة الدراسات اللي محطوطة واتكلم عنها الرئيس أن احنا عاوزين نوصل في أمد قصير إلى 100 مليار جاية جاية،
يجي واحد تافه يقول لي اصل الاقتصاد بيقع؟ عرفتوا ان دي عندي عشوتين النهارده؟ الحمد لله. انا مش عارف اتعشى ايه، خصوصا لسه ما اتغديتش، بس ده موضوع تاني. هتيجي معايا عمرو؟ عمرو زكريا قال لي هاجي معاك. لا انت اللي هتعزمني على العشاء عمرو. عمرو زكريا المخرج بيقول لي انا كده ما اعرفكش، اخص على عشره العمر 11 سنه ودلوقتي بعمي. مش دي المساله. خلونا هنا بقى نرجع تاني مره تانيه لوطننا العربي، وطني حبيبي الوطن الاكبر، الاوبريت الشهير. انا من الناس اللي بتتبسط جدا لما تلاقي العلاقات العربيه في شكل حلو حسن، ويا سلام سلم لما يبقى الشكل متميز. فتشوف النهاردة على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة شقيقتنا اللطيفة الجميلة بتهدي متحف كوكب الشرق بتاعنا ست أم كلثوم نسخ من كتاب أم كلثوم في أبو ظبي. شوف دي على فكرة جوانب، يعني عشان بس حضرتك تبقى شايف احنا بنتكلم على ايه. احنا معانا على التليفون السيد فرحان حسن المرزوقي مدير ادارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الارشيف الوطني الاماراتي. اهلا 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 بيك يا فندم. يا مرحبا وسهلا يا اول شيء الحمد لله على السلامة. نقول لك الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. ما تشوفش الله يحفظك دايما، الله يحفظك دايما ويحفظ كل اهلي. المقدمة الجميلة، كنا حابين نكون معاكم في الاستوديو لكن ظروف البث والى اخره، فانا سعيدين متواجدين معاكم عبر الهاتف. والله احنا متشرفين بسماع صوتك، وان شاء الله هنتشرف بوجودك معنا في الاستوديو في القريب يا رب يا مسهل، او انه احنا نيجي كمان على الامارات علشان يعني نحتفل سوا دايما بكل ما يحدث في وطننا العربي وفي الامارات كمان بشكل خاص. نتشرف نتشرف. الله يخليك سيد فرحان. اي احتفال، اي فرح، اي هذا مشترك بيننا وبين جمهورية مصر العربية. طبعا الفرحة العربية دايما واحدة. خلينا نتكلم شوية على مسألة إهدائكم للكتاب أم كلثوم في أبو ظبي. نعم، بداية شكرا على الاستضافة. ثاني شيء، كتاب أم كلثوم في أبو ظبي يمكن ينفرد هذا الكتاب أنه وثق لزيارة كوكب الشرق إلى دولة عربية. كتاب يؤرخ لهذه الزيارة ويؤرخ لزيارات أخرى لكوكب الشرق إلى الكويت، لبنان، سوريا، سودان، إلى آخره. لكن لما يطلع كتاب بهذا المستوى من بداية مغادرته القاهرة إلى وصولها وحلال الحفلتين مغادرته، يمكن هذا الكتاب التوثيقي الوحيد مثل ما تفضلوا جماعة في المتحف، قالك يمكن هذا الكتاب الوحيد اللي يوثق بالصورة بهذا الجمال القصة. طبعا الكتاب ليس كتاب فني فقط، كتاب أيوه. تاريخي، كتاب أرشيفي، يتكلم عن حب زايد الله يغفر له الشيخ زايد الله يرحمه يا وعطل الله ثراه والقمم الفنية في مصر في تلك الفترة. أنا خدت بالي إن الكتاب كمان فيه صور بتجمع ما بين رحمة الله عليه وعطر الله وطيب الله ثراه الشيخ زايد آل نهيان الأب المؤسس يعني لدولة الإمارات والست أم كلثوم. يعني التقوا يعني وتحادثوا وكانت هناك صور فوتوغرافية نعم. الكتاب الله يسلم كتاب مصور كوفي تيبل، يوثق بالمادة الفنية وبالصور التاريخية من ركوب الطيارة، طيارة الخطوط الجوية الكويتية كانت استئجار خصوصا لكوكب الشرق، وصولها إلى أبو ظبي، إقامة الحفل وإنشاء مسرح خاص يسع ل 4000 شخص في تلك الفترة في نادي الأهلي حاليا نادي الوحدة الرياضي، وحضور المغفور للشيخ زايد الحفل شخصيا. الحفل كان بمناسبة عيد الجلوس الخامس أيوه، والاستعداد لقيام دولة الإمارات. الحفل أقيمة 28 نوفمبر بعد أيوه. 4 أيام ثاني من ديسمبر 71 قيام دولة الإمارات. أم كلثوم حضرت الحفل، حضرت الحفل والحفل الثاني، وحضرت رفع علم الإمارات يا أبو ظبي. العلم رفع في دبي في دار الاتحاد، في نفس الوقت كان ينرفع في قصر المنهل في أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة. فهي حضرت رفع العلم، يعني لحظات تاريخية مؤرخة في كتاب أم كلثوم في أبو ظبي. يعني المشاركة الوجدانية هاي غير المشاركة الفنية والمشاركات الإبداعية. صحيح. طب سيد فرحان، يمكن أنا جاي في بالي فكرة مش عارف يعني جات على بالك ولا ممكن نقعد ننسجها مع بعض، إن إحنا عايزين نعمل سوا توثيق للتاريخ المشترك
ما بين البلدين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية منذ إعلان الدولة وأيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى هذه اللحظة؟ ويا سلام لما يبقى تاريخنا المشترك ده فيه المزيد والمزيد من التوثيق الفني. يعني أنا أتذكر كويس أنه كان زمان في مسلسلات من زمان جدا إنتاج مشترك ما بين مصر والإمارات، وكانت بتصور في استوديوهات عجمان على سبيل المثال. عايزين نعمل مشروع كبير لهذا التوثيق المشترك ما بين البلدين. الفكرة جدا جميلة، العلاقات هاي ممتدة ما قبل قيام الاتحاد في دولة الإمارات. هناك اهتمام مشترك بين القيادة دولة الإمارات مع القيادة في جمهورية مصر. فأعتقد فكرة جدا جدا جميلة، أنه ليس فقط في القطاع السياسي، في القطاع الاجتماعي، قطاع الاقتصادي، ومختلف القطاعات. هناك يعني تاريخ مشترك بالفعل يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى ظهور. ونحن كأرشيف وطني أعتقد عندنا هذه الإمكانيات في البحث، وانتم كاعلاميين عندكم الامكانيات في الظهور وابراز هذا التاريخ. يلا بينا نشتغل سوا. اشكرك اشكرك جدا 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 سيد فرحان حسن المرزوقي، مدير اداره التواصل المؤسسي والمجتمعي بالارشيف الوطني الاماراتي. عايز برضو اقول لكم حاجه لطيفه، العلاقه كمان او يعني هنا ما بين المشتركات اللي موجوده ما بيننا وما بين دوله الامارات العربيه المتحده هي مشتركات صحفيه. يعني في العديد من كبار كتابنا على سبيل المثال اسهموا بشكل شديد الفاعليه في الصحافة الإماراتية. يعني هنا مثلا نقعد نفتكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى شردي، وطبعا والد صديقنا وزميلنا العزيز الأستاذ محمد شردي. ساهم الأستاذ مصطفى شردي في إيه بقى؟ في تأسيس وانطلاق مؤسسة الاتحاد بأبو ظبي، وهي المؤسسة الكبرى الناشرة الأكبر في أبو ظبي على سبيل المثال ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأولى مؤسساتها الصحفية أو قل كمان من أكبر المؤسسات الصحفية اللي فيها. يعني في دايما، وبالمناسبه مش بس الاستاذ مصطفى شردي اللي شارك بالكتابه وبالتاسيس وبالاطلاق، ولكن الكثير من الكتاب والصحفيين المصريين كان عندهم هذا الجهد المشترك ما بينهم وما بين زملائهم في دوله الامارات العربيه المتحده. العديد من الاصدارات حصلت ما بين القطاعين لو صح التعبير، الصحافه المصريه والصحافه الاماراتيه من جهه اخرى. يا ريت برضه يبقى ده جزء من المشروع التوثيقي، اتمنى ذلك. خلونا ننتقل الى الجمعة اللي جاية بإذن الله. الجمعة الجاية بإذن الله هتشهد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بكين. الخبر اللطيف بقى الحلو اللي علم معانا إيه؟ إنه مصر ليها مشاركة، ولكنها مشاركة المرة دي غير رياضية بقى. استنى يا عمرو، أنت مش عارف تقول إيه؟ عمرو بيقول لك ده العادي. أيوة يا عم، ما المشاركات الرياضية ده العادي. لا، المرة دي إحنا عندنا مشاركة فنية، وده بقى الجديد بالنسبة لنا اللي مش عادي، ده المستجد بتاعنا. ايه هو بقى؟ انه ده هيحصل مشاركة فنية، وده من خلال كورال جامعة عين شمس اللي هيمثل مصر والوطن العربي بأكمله في افتتاح أولمبياد بكين الشتوية. احنا معانا على التليفون دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. اهلا 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 بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. عين شمس دائما كده يعني ايه فيها كم تميز غير طبيعي، مش بس على المستوى الأكاديمي وكلية الهندسة في عين شمس وكلية الطب كمان اللي عاملة شغل الحقيقة ولا أجمل ولا أروع ولا أبدع على المستوى العلمي، لكن على ما يبدو كمان المشاركة الفنية أصبحت عين شمس ليها بصمة واضحة فيها. أشكرك أستاذ يوسف، ويعني أشكر سيادتك على الاستضافة وخالص التحية لمشاهدينك الكرام. والحقيقه يعني احنا فخورين جدا بالحدث اللي حضرتك ذكرته، وان كورال جامعه عين شمس اللي يستحق كل تقدير بيمثل يعني يشرفنا بيمثل جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي في الافتتاحيه بامكانياته اللي ابهرتنا. الحقيقه كورال ده يمكن موجود من كذا سنه، لكن يمكن ما كناش واخدين بالنا منه كما ينبغي حتى داخل الجامعه، يعني إلا فترة يمكن من سنة سنتين كده الأخرانيين. الولاد دول زي ما سيادتك عارف جامعة عين شمس ما عندناش كلية تربية موسيقية أو تربية، أو زي ما احنا زي جامعة حلوان ما احناش جامعة حاجات فنية. فدول كلهم هواة من كليات التجارة والآداب والحقوق، ويعني عندهم مواهب وبيتقنوا ما يفعلوه وبيحبوه،
وبيعملوه بشغف الحقيقه لا تملك الا ان انت تتعاطف معاهم وتقدم لهم كل دعم. وده اللي عملناه كاداره عليا لجامعه عين شمس في الفتره الاخيره. في بدانا احنا انا شخصيا حضرت لهم مع الساده النواب والاساتذه ومجلس الجامعه يمكن جزء منه على الاقل كذا حفله داخليه داخل الجامعه، وكل مره بيتقدموا مايسترو بتاعهم خريج من خريجي الجدد من خريجي جامعه عين شمس، وطلبوا بقى كل حاجه ابتدوا يطلبوها، ابتدينا نتجاوب معاها تدريجيا مش هقول مره واحده يعني. لحد ما الحقيقه الانطلاقه الكبرى جت لما في برنامج تلفزيوني الاستاذه منى الشاذلي يعني استضافتهم ويعني حطتهم في الصوره اللائقه اللي شفتها. وبعدين عملوا حفلتين ثلاثه طلبوا بعد طلبوا في كليه القضاء والاركان، طلبوا في الاوبرا المصريه وفي منتدى الشباب العالمي، كانوا موجودين في الحفل الختامي، يمكن فقره مش كبيره لكن كانوا موجودين امام فخامه الرئيس وكانوا الحقيقه مشرفين جدا. وبعدين جت الفكره بقى من قسم اللغه الصينيه ومعهد كونفوشيوس الاستاذه الدكتوره اسراء اللي هي استاذه اللغه الصينيه، قالت ان هي على علاقه طيبه بالجانب الصيني، ما نعرف يعني ممكن اذا كان هم بيدوروا الصينيين كانوا بيدوروا على شريك من الشرق الاوسط من افريقيا من بلاد يعني يكون معاهم. طبعا تلاقي الثقافات والحضارات بحدث كبير زي ده مهم طبعا. فاقترحت علينا وعلى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون الطلبه ان ما نعرضش على الاقل الولاد دول يروحوا ونشوف ايه رد الفعل. حقيقه التجاوب من سريع جدا وشافوهم فاعجبوا بيهم جدا وتصوروا. يمكن لو شفت حضرتك الفيديو جزء من التصوير كان امام الاهرامات فطلبوا يكون امام الاهرامات شخصيا، فبقدم الشكر للتلفزيون المصري الان بالتصوير والمعالي الوزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني اللي اول ما كلمته قال لي فورا موافقين ومجاني طالما دي حاجه هتمثل مصر وعمل لهم كل التسهيلات الممكنه وصوروا التصوير المشرف اللي يمكن سيادتك تقدر تشوفه في الفيديو وفقا لسيادتك المعروض. والحمد لله طبعا انا اعلنت اخيرا ان فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس فتحي السيسي هيحضر، يمكن يسافر انا مش متاكد من المعلومه لكن ده اللي قريته في الجرايد والاعلام انه يمكن يحضر. فاتمنى انه يعني يرفعوا راسنا هناك ويبقى فخور بيهم ان شاء الله. لا قدها وقدود، اصل حضرتك طبعا عارف انه عين شمس خرجت لنا الموسيقار والملحن الكبير استاذ عمار الشريعي الله يرحمه طبعا. فيعني كان زمان الواحد كان يقول ايه مثلا، معقوله عين شمس ما عندهاش كورال وهي مخرجه عمار الشريعي ومخرجه سينمائيين كتير ومخرجه طبعا كتاب وعلماء حدث ولا حرج، بس معقولة عين شمس ما فيهاش فرقة كورال وموسيقى ضخمة ودي اللي خرجت عمار الشريعي بجلالة قدره الله يرحمه يا رب. فدلوقتي الواحد حقيقي سعيد، وعشان كده احنا نهنيك جدا يا دكتور ونهني كل الناس اللي ساعدت انه يبقى في عندنا كورال مشرف بهذا الشكل وبهذا الحجم. وهلم مجرة ان شاء الله لما يرجعوا هيجوا عند سيادتك في البرنامج تستضيفهم يا سلام. وتنوع الاغاني اللي بيقدموها ما بين وطنيه وما بين دينيه وما بين تلاقي الحضارات والشعوب هتبقى سعيد بيهم جدا ان شاء الله. اول مره من قبل ما اطلب الاقي الحاجه جايه لحد عندي، انا مش عارف اشكرك ازاي. اصل انا كنت لسه اقول لك ايه، هو ينفع نستضيف؟ لقيت حضرتك بتقول على طول يا بختنا، ينورونا ويشرفونا وحضرتك على راسهم. الله يخليك ارجوك. اشكرك يا فندم. ربنا يخليك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور محمود، دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس. شكرا جدا للكورال واصحاب الفكره واللي بيقودوه واللي بيشجعوه بالمناسبه، ودي حاجه مهمه في الجامعات في الدنيا كلها، عشان برضو حضرتك المواطن يبقى عارف كل الجامعات الكبيره في الدنيا عندها فرق موسيقيه كبيره وكورالات كبيره لو صح التعبير كلمه كورالات، يعني احنا نجمعها وبتخش منافسات ما بينها وما بين بعضها، يعني تلاقي الفرق الموسيقية بتخش في منافسات وتصفيات على في أمريكا على سبيل المثال، بتخش التصفيات دي على مستوى الأمة بالكامل يعني على مستوى الولايات المتحدة بالكامل، كذا الحال في الكورال بتاع الجامعات وما إلى ذلك. أتمنى 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 أن أنا أشوف ده في مصر خلال الأيام الشهور اللي جاي، بلاش الايام دي عشان الايام دي سريعه جدا. شكرا جدا. خلونا نروح مره تانية للفاصل، نروح لفاصل مفيش مره تانية كده، اول فاصل هنروح لفاصل ونرجع بعدين نكمل الكلام. شو
يعني انا هقول بس في عجاله كده، انتوا عارفين انه جامعه طنطا بدات تستخدم التكنولوجيا بتاعت الميتافيرس في التدريب وتنميه مهارات الطلاب، يعني اكيد اكيد هيبقى شيء لطيف ان احنا في مره من المرات نستضيف دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا بقى، ونقعد نتكلم على حكايه استخدام الميتافيرس في التدريب وتنميه مهارات الطلاب دي، لانها حاجه حلوه. الى ان يحين هذا الموضوع، خلوني اقول لكم على انه الكورونا لم تنتهي ولن تنتهي من العالم. لن تنتهي يعني لن تنتهي. صعب جدا يبقى في فيروس ينتهي من الوجود، خلاص ده شيء موجود يفضل يتحور مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. شكل التحورات ايه وتؤدي الى ايه؟ هل سرعة الانتشار بتزيد، الفيروس يضعف، سرعة الانتشار تقل، الى اخره. طول ما العلم بالمناسبة بيتقدم وبيخلق لقاحات جديدة او لقاحات اكثر تطورا وادوية جديدة، طول ما الفيروسات هتفضل تتحور. الفيروس عايز ايه؟ ما هو كائن، الكائن ده بيدور على ايه؟ على البقاء. فعلشان يبقى يتحور، يتغير، يغير من صفاته، مش كده؟ طيب المتحور الجديد بقى اللي متفرع من أوميكرون. الله، إيه يعني أوميكرون اللي هو المتحور حصل له كمان هو تحور ابن اللذينة ده؟ آه أيوة فندم، ابن اللذينة عرف يتحور، بيناور، عايز يعيش. طيب ده بيثير قلق العلماء على مستوى العالم، وبيقولوا إنه انتشاره أسرع تقريبا مرة ونصف، مرة ونصف، اسمه BA.2. يعني إيه بقى الكلام ده؟ طبعا أنا ما أعرفش، فهنا لازم أسأل دكتور سماح علي لطفي أستاذ الفيروسات والمناعة بالمعهد القومي للأورام وأستاذ الفيروسات بمركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية. أهلا بك يا دكتور سماح. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، سعيدة أن أنا ببقى معاك والله. يعني أنا ببقى أسعد والله، أنا أحب حديث العلم جدا قد عينيا يعني. الله يخليك. وبحاول، فأتمنى يكون الشرح اللي أنا قلته ما كانش شرح مخل، مجرد شرح بسيط يوصل للعامة. هنفهم من حضرتك بقى بالعلم يعني إيه متحور طلع في الأوميكرون، اشرح لنا أكتر. أشكرك طبعا، هو كلامك بالظبط يعني مظبوط وبسيط، وأنا برضو هحاول أن أنا أقول برضو كلام بسيط يقدر المستمع والمشاهد يقدر يعني يقرب مننا. هو زي ما قلت ده فيروس، ومهم أنه يبقى يحافظ مع ظهور اللقاحات والأجسام المضادة والعلاجات، هو مهم برضو أن يحافظ على وجوده. يعني واضح كده، من الواضح لينا ان فيروسات كورونا بقى ليها قدرة هائلة، مش بس انها تستمر لكن كمان بتطلع متحورات، ومش بس كمان كده، المتحورات نفسها عمالة تفاجئنا بأعدادها الكتيرة وخصائصها البيولوجية. يعني ايه أوميكرون؟ من ساعة ما طلع احنا وصلنا دلوقتي يمكن 90 مليون حالة من بداية الإبلاغ وظهوره من 10 أسابيع، بقى يمثل يمكن 66% من حالات كورونا، ومادام في انتشار يبقى في متحورات. ونقدر نقول علشان كده بنقول الأهمية بتاعت الجرعة الثالثة، لأن اللي هو بيقدر يراوغ واضح كده من ظهوره وانتشاره الفظيع اللي احنا شايفينه دلوقتي، انه قدر يراوغ الأجسام المضادة اللي طلعت نتيجة للإصابة أو نتيجة للتطعيمات. ولذلك هنا في مهمة الجرعة الثالثة، علشان لقوا ان ممكن يحد من 75% من الناس اللي بياخدوا الجرعة الثالثة ممكن تحد من المتحور الجديد. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه بقينا حاجه اسمها بقى عائله اوميكرون، يعني بقى عندنا اوميكرون الوالد طالع منه، مش هقول لك بي اي 1 بي اي 2 لا بي اي 3 كمان. طلع لنا بي اي 1 اللي هو الاكثر انتشارا عن دلتا، بيوصل معدله من 2.7 لحد 3.7 مره. بيشترك مع عائله اوميكرون في 20 طفره. بي اي 0.2 بتشترك لي في 27 طفره. بي اي 0.3 بتشترك في 13 طفره، بس فيها طفره واحده يونيك، او بنقول عليها فريده من نوعها. الطفره اللي هي بي اي 0.2 فيها 10 طفرات فريده من نوعها، بي اي 0.1 فيها 13 طفره. طيب ايه يعني ايه بقى الكلام ده؟ لحد دلوقتي
الناس خايفة والعلماء والباحثين خايفين ان وجود الطفرات دي تغير من خصائص الفيروس البيولوجية. يعني ايه هتغير من خصائص فيروس بيولوجية؟ دينا ثلاث حاجات بنخاف منهم. انه يبقى اكثر انتشارا طبعا، وان هو يقدر يفتك بالجهاز المناعي ويراوغ الاجسام المضادة فما تبقاش اللقاحات فعال. لكن لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، لقوا ان BA.2 اللي هو بقى سائد في ثلاث بلاد، الدنمارك وصل نسبته 98%، والفلبين ونيبال، وله حضور طفيف في بريطانيا وامريكا والهند. لكن على رغم انتشاره ده، يعني احنا وصلنا مثلا النهارده BA.2 وصلنا 10,800 حاله، لكن هو ما زال بنفس الاعراض. يعني ما فيش حاجه زياده، ما فيش حاجه زياده نقدر نقولها في BA.2 عن BA.1، غير حاجه واحده ممكن نقولها بس بسيطه خالص، انه حاجه طلع اسمه اوميكرون الخفي، ستيلث بالانجلش، او الاوميكرون الخفي. يعني ايه كلمه اوميكرون الخفي ده؟ يعني هو ما بنقدرش وجوده بالتحاليل بتاعت البي سي ار، ما بنقدرش نفرق بين اذا كان موجود هو او الدلتا اللي موجود. لكن الاوميكرون بي اي بوينت واحد طلع ان في 2 جين بيظهروا في التحليل، فبيقدروا يفرقوا، يقولوا خلاص يبقى ده اوميكرون او ده دلتا، لان هو 2 جين بس. لكن في الخفي ده اللي هو بي اي بوينت 2 ده، ما بيظهر الثلاث جينات عامل زي الدلتا بالظبط، فبيقدروش يفرقوا بتحليل البي سي ار. عشان كده سموه الخفي او اوميكرون الخفي، شبح. طب ستيلث بالظبط كده، الشبح. دي المعلومات التجميعه السريعه اللي موجوده قدامي يعني في المقالات. طب دكتور سماح، هل عدد الطفرات في الفيروس لما بيقل معناها انه الفيروس يصبح اضعف في مواجهه الجهاز المناعي؟ مش هنقدر نقول كده قوي. يعني مش شرط، الحقيقة هو مش شرط سواء وجود الطفرة أو عدم، لأنه هو ممكن تبقى الطفرة تخليه أقوى إنه يصيب الخلية البشرية. ودي بقى المشكلة، ما دام صاب الخلية البشرية خلاص هيعمل إصابة. ممكن تبقى الطفرة ما تخليهوش يمسك قوي في المستقبل الموجود على الخلية البشرية فما يصيبش، فبرضه مش شرط. يعني سواء وجود الطفرة أو عدم وجودها شرط إن يبقى فيه أكتر انتشارا، الحقيقة هو مش شرط. طيب عندي سؤال برضو، وما هوش فيه أي فزلاكة، هو بس من كتر ما أنا قعدت قريت على الفيروس بتاع دلتا ده من ساعة ما ظهر، اللي أنا فاهمه إنه مش بس دلتا، يعني كورونا لما بيدخل الجسم بيقدر يعمل لنفسه استنساخ ويعمل نفسه دوبليكيشن مستمر. هل الطفرات الجديدة أو المتحورات الجديدة عندها نفس القدرة على استنساخ ذواتها ولا أقل؟ لا عندها برضو، ما هو أصل هو الفيروس مش هيطلع بره الخلية إلا لو عمل استنساخ لنفسه. وهي بقى دي ميزة العلاجات اللي طالعة جديدة اللي سمعت عنها. أيوه، العلاجات بقى هي ايه؟ كانه بيعمل حاجه شبيهه للحمض النووي، فالفيروس يتلخبط. بدل ما ياخد الحمض النووي اللي عايز يكتر نفسه بيه، يروح واخد الدواء. هو دي نفس الميكانيزم او اليه عمل الادويه، يعني اللي هي الحديثه اللي طالعه دي، ودي اللعبه يعني من ضمن الاليه العمل. ده كلام مهم جدا. فلكن احنا بالنسبه للكشراسة، عشان الناس يعني تطمن، لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتبين ان عندك متحور، هو مجرد متحور دلوقتي طالع في طفرات مختلفه. قد ايه بقى، لاي مدى هيكون ليها تاثير؟ لسه ما زالت الدراسات مستمره. والله بيني وبينك يا فندم، انا مش عايز الناس تطمن بصراحه، يعني والله بتكلم بجد. يعني انا بتابع تقريبا بشكل يومي عدد الناس اللي بيتم ضبطهم من قبل وزاره الداخليه. العدد كبير، الناس مكبره دماغها، ولا تباعد اجتماعي ولا كمامه ولا يحزنون. فلا انا مش عايزهم بصراحه يطمنوا، انا عايزهم يفضلوا قلقانين، يروحوا لو سم يعني يعني والله لازم ياخدوا بالهم، لازم ياخدوا اللقاحات، لازم ياخدوا الجرعه التعزيزيه بتاعتهم. أيوة، الى اخره. أيوة. انا بشكرك جدا يا دكتور.
اه والله جدا جدا بشكرك جدا يا دكتوره، كل الشكر ليكي دكتور سماح علي لطفي استاذ الفيروسات والمناعه بالمعهد القومي للاورام واستاذ الفيروسات بمركز النانو تكنولوجي بالجامعه البريطانيه. يا جماعه انا بتكلم بجد والله، اصل انا كل يوم بتابع عدد الضبطيات اللي بتقوم بيها الداخليه المصريه للناس اللي مش ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه. يا جماعه ما ينفعش، والله ما ينفع. أنا مش عارف، والناس بطلت تخاف على نفسها؟ طب مش خايف على نفسك، طب مش خايف على مراتك، ولادك، أبوك، أمك، أختك، صاحبك الأنتيم؟ مش خايف على البنت اللي بتحبها طيب؟ طب أنت مش خايف على الولد اللي بتحبيه طيب؟ يعني ما هو مش كده. أه تبقى أنت واقف كده وعايز بقى تقول كلمتين لطاف وبتاع وفجأة أتشي بالسلامة كده. باظت خالص على رأي ويجز. طيب خلونا نروح على خبر تاني. القومي للإغاثة، المجلس القومي للإغاثة بيثمن جهود الأزهر الشريف، آسف الإغاثة إيه؟ للإعاطة، للإعاقة، ده بيتش بشوف يا أولاد. آه عايش أنا قريت الخبر غلط، إغاثة إيه؟ في حاجة اسمها المجلس القومي، ألبس النظارة؟ آه بيقول ألبس النظارة، طيب دي نظارة، مين اللي بيتكلم فوق؟ عظيم ماشي يا حبيبي. دي نظارة بتاعت قراية مش بتاعت مسافات بعيدة، عشان بس أصدقائي بيقول ألبس النظارة، طيب القومي للإعاقة يثمن أو لا أقرأ لكم الخبر بس بالظبط بقى عشان إيه الواحد اللي عتب بقى على النظر وكل زميلي النهارده بيقول يوسف أنت بقيت 47 سنة أنا لسه فاضل لي 18 يوم وأتم ال 47. المجلس القومي للإعاقة بيثمن جهود الأزهر الشريف لإتاحة المصحف الكريم بطريقة برايل. بصوا أنا سعيد جدا بجد مش هزار بإنه أصبح في عندنا القرآن الكريم نسخة أزهرية بطريقة برايل، صحيح هي نسخة تجريبية بس خلونا نثمن على أو نثمن التجربة ونشكر الأزهر الشريف على ذلك. إلا إنه ما أنا في حتة كده بتاعت إلا إنه مش قادر. أنا ما كنتش متصور إن إحنا لحد النهاردة في الأزهر الشريف ما عملناش نسخة بطريقة برايل. يعني أنا بس مستغرب، فأظن من حقي أبدي استغرابي وتعجبي، مش كده ولا إيه؟ طيب هو النسخة التجريبية تم إتاحتها في المعرض الدولي للكتاب زي ما حضكم عارفين، دي الدورة رقم 53 وطبعا في جناح الأزهر الشريف. خلونا ناخد معانا دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ سعيدة جدا ان انا في برنامج التاسعة. والله احنا سعداء اكتر. انا بيسعدني كمان ان احنا عندنا بنشارك بجناح خاص في معرض الكتاب في دورة 53 كشركاء للوطن في جميع المجالات وبالذات الثقافة والتثقيف. طيب ده احنا يعني الدور ده مهم جدا لإتاحة وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة. حلو جدا، ده كلام بقى يخليني أفتح أكتر من سؤال غير مسألة وجود نسخة تجريبية من المصحف الشريف للقرآن الكريم بطريقة برايل. دي حاجة جيدة جدا إنها تحصل، يبقى في عندنا هذه النسخة ونتمنى ليها المزيد من الانتشار. بس الجناح بتاعكم بقى دكتور إيمان، وهو ده بقى اللي بالنسبة لي أصبح مهم جدا، ماذا يعرض الجناح في معرض الكتاب؟ الجناح يا أستاذ يوسف يعني الحقيقة بيعرض كل البرامج التوعية والمواد التعليمية والتثقيفية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة مبسطة جدا في بعض الكتيبات، سؤال وإجابة عن الحق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات والأجزاء اللي هي بتاعت التنمية المستدامة في طريقة مبسطة، اللغة الحق في التعليم، جودة التعليم، الصحة وغيرها من الأهداف للتنمية المستدامة 2030 في استراتيجية مصر. احنا كمان بنعرض يعني في سبق في أول في الشرق الأوسط هو برنامج ديزي اللي هو قارئ الصوتي. أيوة. للأشخاص الإعاقات البصرية، لأي كتاب ينزل وورد على الكمبيوتر بيقدر البرنامج يقرأ الكتاب ده بطريقة بالصوت. طيب هل في عندنا برضو في المعرض مكتبة للكتب الصوتية؟ يعني أقدر أروح أشتري مجموعة من الملفات الصوتية، والله مثلا دي مجموعة مثلا نجيب محفوظ، دي مجموعة عباس العقاد وهكذا.
هو طبعا اكيد في محاولات فرديه ولكن مش بالكم والكيف اللي احنا بنعمله، وده دور المجلس ان هو ينسق مع الجهات المختلفه علشان نقدر نأكد الاشخاص ذوي الاعاقه من الاطلاع ومن التثقيف ومن التعليم بما طبعا وفقا وما يلزموا علينا جميعا. عظيم جدا. بدا اشكر المؤسسه العريقه مؤسسه الازهر الشريف وصرف دين كبير اللي هو شيخ مصر طريق البراعم باحتفال الامم المتحده باليوم العالمي لبرايل، وبرايل هو طبعا لويس برايل اللي هو اطلق الاسلوب او الطريقه عن طريق ده طبعا كان يعني اكتشاف كبير عمل تمكين ودمج اشخاص للاعاقات البصريه اللي يمثلوا 5% من المجتمع المصري وفقا للتعداد او للمعدل السكان في عام 2015. فانا بحيي بغسل يعني مجلس قومي للاشخاص ذوي الاعاقه واللي بيمثلوا برسل يعني رساله فعلا تحيه لهذا الصرح الكبير الازهر الشريف اللي هو في حاجه مهمه احب اعلم عنها ان متطرفه، فده يعني احنا بنشرك جميع افراد المجتمع سواء من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه او غيرهم، ده دمج واتاحه لقراءه وحفظ القران الكريم اللي طبعا يعني بدوره بيحسب الافكار. دكتور ايمان الخط عمال بيقطع. على كل انا اتمنى ان احنا لازم يعني نستضيف فعلا حضرتك، عايز اتكلم اكتر على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه بالمزيد من التفاصيل علشان كمان نقدر نوجه المزيد من الدعم لاولادنا واخواتنا واهلينا. مشكور جدا دكتور ايمان كريم. المصحف بطريقه برايل، قول ورايا، طريقه برايل مش لغه برايل، طريقه برايل. وصلت صح؟ تمام، شكرا. خلونا نروح بقى ايه زي ما كنت بقول لكم لجامعه طنطا. لاول مره بالجامعات جامعه طنطا تعلن عن استخدام احدث تقنيات ميتافيرس لتدريب وتطوير مهارات الطلاب في الجامعه. وشهد الاجتماع الشهري يا ساده يا كرام لمجلس جامعه طنطا اطلاق هذه التجربه الاولى. حضراتكم شايفين قدامكم اهو جانب من اطلاق التجربه، يعني الساده الافاضل اللي موجودين، طبعا انا مش قادر اميز مين لانه بيبقوا لابسين النضاره بتاعه او التي تؤهلهم لاستخدام تقنيه الميتافيرس والنضارات بتاعه الواقع الافتراضي. او طب احنا معانا دكتور، انا مبسوط، انا مبهور باللي بشوفه. احنا عندنا في مصر مواكبه شديده السرعه لاحدث التقنيات اللي بتحصل في العالم. احنا معانا دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دكتور استاذ يوسف بيه وعلى مشاهدينك الكرام، وسعداء بحضرتك يا فندم. احنا سعداء بحضراتكم اكتر، وبالسرعه الغير مسبوقه اللي بتحصل في جامعه طنطا لاستخدام احدث التقنيات اللي ظهرت في العالم. يعني الميتافيرس ده لسه الناس بتتكلم عنه اول امبارح، يعني مش اول امبارح طبعا اللي هو اول امبارح، بس ده يدوب من شهور يعني. لقينا هوب ده موجود في جامعة طنطا وبنشتغل بيه على التدريب وتنمية المهارات. أنا عايز أعرف أكتر يا فندم. وهنربطه يمكن كمان بالفقرة السابقة بتاعت المجلس القومي للإعاقة للأشخاص ذوي الهمم. أيوه. اللي هي اللي كانت الجزء الخاص بمبادرة قادرون باختلاف اللي أطلقها السيد الرئيس في 5 أكتوبر برضه. خليني في البداية يعني الأول أقول لحضرتك يمكن أن جائحة الكورونا كان ليها سلبيات كثيرة جدا على العالم كله طبعا، لكن برضو بصراحة كان ليها جوانب إيجابية. أهم جانب إيجابي كان التطور الغير مسبوق في التحول الرقمي للتكنولوجيا للاتصالات اللي شهدها العالم كله. فمصر كمان شهدت طفرة هائلة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والتعليم عن بعد والاتصالات. وخليني برضو أقول دايما أن ده تنبه لها وشجعتها من البداية خالص القيادة السياسية، وده يمكن كان ليه تأثير كبير بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا في التخفيف من حدة الآثار السلبية للجائحة اللي احنا فعلا شفناها. والتأسيس
للمستقبل تكنولوجي جديد، خلينا نقول بجد ان هو هيمثل احد اهم سمات الجمهوريه الجديده بتاعتنا. في الاطار ده خلينا اقول ان جامعه طنطا حطت من البدايه خالص وضع يعني الخطه التطويريه بتاعتها لتحقيق تعليم متميز بيستخدم احدث التقنيات في العلم الحديث، نستخدم التكنولوجيا المتقدمه اللي يمكن بعض الجامعات في العالم المتقدم في الغرب لسه ما استخدمتهاش. وخلينا اقول ان الحقيقه ده كان الجامعه مش اول مره تكون متميزه في الخدمات الالكترونيه والتكنولوجيا والتكنولوجيا المتقدمه، لان احنا الحمد لله حصلنا على جائزه مصر التميز الحكومي للمره الجائزه الثانيه في مجال الخدمات الالكترونيه من شهور قليله يعني على مستوى مصر كلها. الحقيقه برضو جت الفكره بتاعت استخدام تكنولوجيا المتطور اللي هو بالدمج ما بين، انا هشرح ده يعني الواقع الافتراضي اللي احنا بنسميه الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز، في اول محاوله لتطوير تكنولوجيا الميتافيرس واول تجربه تشغيل حقيقيه شهدها فعلا مجلس الجامعه امس، يقدر المشاهد او المستخدم التجول والمعايشه الكامله داخل بيئه حقيقيه متكامله. التقنيات دي لو في حل ان احنا نقدر نعممها هتلعب دور كبير جدا في تغيير مستقبل التعليم والبحث العلمي والطب وخدمه المجتمع وكثير والتعامل مع اولادنا اللي هم بنقول عليهم دايما ذوي الهمم والقدرات الخاصه. ولو حضرتك دخلت على موقع الجامعه اللي اطلق برضه الجديد، اطلق امس الموقع الجديد، هتلاقيه فيه خدمات مخصصه لذوي الهمم اللي هم قادرون باستطاعه باختلاف، وهتلاقي ان ازاي يعرفوا يتعاملوا. اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الكتاب الصوتي، هتلاقي اللي عنده عشاء ليلي ممكن ازاي يتفرج على الموقع، فاقدي البصر، ضعاف البصر، كل هذه الامكانيات اطلقت امس في تطوير جديد جدا للخدمات الالكترونيه اللي بتقدمها جامعه طنطا، والحمد لله هي متميزه بكده. خليني اشرح لحضرتك موضوع الميتافيرس ده عشان ده موضوع برضو اعتقد انه هو مهم. في اربع يعني مستويات في العالم في الميتافيرس. المستوى الاول اللي احنا بداناه بالفعل وخلصناه في خلال الشهور السته الماضيه، حضرتك مثلا على سبيل المثال انت عندك واقع موجود، عندك مثلا غرفه عمليات بتتم فيها عمليه جراحيه وانا عندي 200 300 طالب عايز افرجهم على العمليه دي. فطبعا مستحيل ادخل 200 300 طالب جوه العمليه او المكان. فاللي بيحصل ان انا ممكن اخليه من خلال التكنولوجيا المتقدمه دي انه يعايش الواقع بالضبط كانه جوه اوضه العمليات ويتفرج على العمليه ويقف جنب ايد الجراح من على اليسار وعلى اليمين ويختار يعني يتجول جوه الغرفه ويتفرج كانه بالضبط جوه المكان بدون يعني ما هوش فيديو، يعني هو شخص جوه المكان الواقعي. والمكان مش معمول فيرتشوال رياليتي، يعني مش معمول له نمذجه على الحاسب الالي، لا هو نفس المكان. دي المرحله الاولى اللي الجامعه الحمد لله نجحت في تحقيقها، وان شاء الله نفكر نبدا نعممها بصوره اكثر تقدما. في مرحله بقى ثانيه متقدمه ان شاء الله، هي دي خطه الجامعه في 2022، ان تبقى في تزامن. يعني ايه تزامن؟ يعني العمليه بتتم دلوقتي، انا عايز اتفرج عليها دلوقتي، ف يعني يحصل انك انت كطالب او كمشاهد خارجي ما انتش جوه اوضه العمليات خالص، ممكن تبقى في بلد ثانيه، ممكن تبقى في قاعه، تبقى في اي مكان وتتفرج على العمليه اللي بتحصل في اللحظه دي حالا. دي الاليه دي طبعا بتحتاج، طبعا كل الحاجات دي محتاجه تكنولوجي متقدم طبعا، واحنا الحمد لله بنحصل، الحمد لله يعني المجال مفتوح قدامنا ان احنا بنحصل على هذه التكنولوجيا دي ان شاء الله خطه الجامعه القادمه. المرحله الثالثه اللي هي موجوده في العالم بس احنا لسه شويه، هي لسه برضو بادئه ما بقالهاش يمكن 3 4 شهور، اللي هي مرحله انك انت في تفاعل بقى ما بين الشخص اللي بره المستخدم واوضه العمليات نفسها. يعني ايه؟ يعني يكون مثلا في جراح مثلا موجود في الولايات المتحده ويقدر ان هو يشارك في العمليه الجراحيه اللي بتتم في جامعه طنطا مع جراح اخر، من خلال انك بتعمل له زي فيرتشوال رياليتي للعمليه، يعني كانه شايف العمليه الحقيقيه بشكل مبرمج وبيمسك المشرط وبيتحرك في اتجاه معين، بيقوم بنفس الطريقه جراح اخر موجود جوه اوضه العمليات في الجامعه في جامعه طنطا.
يعني كانه بالظبط وهو لابس النظارات دي بيقدر ان هو ياخد الاوردرز ويقدر يعمل كانه بالظبط. وعليه لو في عملية احتياج ما ان انا عايز عمليه يجريها الدكتور فلان الفلاني اللي في جونز هوبكنز هخليها يعملها لي بس بايد الجراح المصري. بالظبط كده، دي الاليه دي موجوده بالفعل بس لسه جديده خالص. اخر اليه اللي هي الرابعه اللي لسه ما حدش عملها في العالم كله، ان نفس الكلام ده يحصل بس مش بايد الجراح بقى، بتكنولوجي تانية لسه العالم كله مع يعني هو عايز يعني ان الجراحه تحصل مثلا بروبوت مثلا او بحاجه زي كده. دي لسه العالم يعني ما حدش عمل يعني هذا التطور. الحقيقه احنا بنحاول ان احنا نقدم فكره الحياه، يعني فكره الحياه الكريمه زي الفلسفه اللي اطلقها فخامه الرئيس، يعني الحياه الكريمه انك تقدم تعليم راقي جيد ومتميز طبعًا، وتقدم صحه جيده متميزه، وتقدم كل الخدمات المتميزه، ما هياش حقوق الانسان، ما هياش فقط الحقوق السياسيه وحق يعني الاطار الضعيف او الاطار الضيق لهذا المفهوم، لا احنا الحق الحقيقي للجمهوريه الجديده انك انت تتيح هذه الفرص لابنائك وتقدم لهم احدث حاجه موجوده في العالم. فاحنا بنحاول في الجامعه الحقيقه نواكب هذا التطور، بنحاول ان احنا ابنائنا ذوي الهمم، احنا يعني من يوم 5 لما اطلق فخامه الرئيس المبادره بتاع القادرون باختلاف، أيوه، احنا يوم 6 على طول كنا شغالين فيها في 6 اكتوبر وعملنا البرنامج بتاعها وغيرنا حتى زي ما بقول لحضرتك الموقع الالكتروني والخدمات الالكترونيه اللي بتتقدم لاولادنا في الجامعه كلها، بحيث ان اولادنا حتى ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه، انا بسميهم ذوي القدرات الخاصه وذوي المواهب الخاصة، أيوة، وأنا كنت في اجتماع معاهم النهاردة الحقيقة بالصدفة، يعني هم لهم قدرات ربنا سبحانه وتعالى ده كل واحد قدرات مختلفة طبعا عن الثاني، مفيش حاجة اسمها إعاقة، أنا بأرى أن الإعاقة دي كلمة يعني أتمنى أن احنا نغيرها، لا هي هم قادرون باختلاف زي ما الرئيس قال فعلا، وهم ده جزء من المجتمع ولازم نستفيد منهم وهم هيفيدونا فايدة هائلة. فالحقيقه الجامعه الحقيقه بتبذل مجهود كبير جدا في تطوير كل الاليات التكنولوجيه، مش للطالب اللي بنعتبره، كل الطلبه سواء اي طالب، بالتاكيد فكره الاتاحه اللي هي الجمهوريه الجديده فعلا يعني بترفع هذا الشعار، الاتاحه يعني للجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، والله ان شاء الله يا دكتور محمود، ان شاء الله يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا 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 على هذا الجهد المستمر والمتواصل في جامعه طنطا. انا سعيد جدا بالتطور اللي حاصل ده، لانه فعلا ده يعمل بريك ثرو في طريقه التعليم عندنا هنا في مصر، حاجه هتبقى مختلفه تماما. كل الشكر لحضرتك جدا على هذه المداخله. خلونا بقى نروح لايه يا ساده يا كرام، هنروح لحاجه اسمها زواج القاصرات بالإشهار. البعض سمع عنه والبعض ما سمعش عنه. الخلاصة، بنت صغنطوطة لم تصل إلى السن القانوني اللي يسمح لها بالزواج طبقا للقانون المصري وطبقا للأعراف الدولية وطبقا لما هو صادر من الأمم المتحدة، فنعمل إيه؟ ما هي صغيرة بقى، جوزها كده بالبق بالحب وأهل البلد والطبل والزمر واللازي منه، وإن شاء الله لما تبقى تكبر نبقى نروح إن شاء الله للمأذون ونعمل عقد الجواز وميت فل و14. طيب هل ده بيحصل بس لدى القاصرات ولا أيضا هناك حالات أخرى من البالغات الراشدات؟ استنونا بعد الفاصل. دكتور سمير رشاد أبو طالب، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والمحاضر السابق بكلية الشرطة. أيضا تنورنا الأستاذة فاتن عريف الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع. استنونا بعد الفاصل، الحكاية ما هي الصغيرة، ما هي السهلة، الحكاية مهمة قوي. استنونا. الموضوع ديت ان فيه كان عندنا بنت اسمها صفاء معوقة عندها شلل اطفال، فجه ولد سريح بتاع مراجيح من قرية الى قرية بيسرح بيه ورا المرجحة بتاعته ورا الموالد، ما
من قرية لقرية من مدينة إلى مدينة حتى وصل لقريتنا في أحد الموالد. ولاد الحلال في القرية مشيلوا سكة البنت ديت، والبنت دي كانت تتمنى تتزوج. أبوها وأمها موجودين، فأنا ماليش صفة إنني نحكم نقول آي أو لا. أبوها وأمها أم اللي بيحكموا لأن موجودين. أبو البيت اللي اتجوزت الواد ده هو أبوها وأمها هم اللي يتحكموا في هذا الموضوع. هتقولوا اتجوزوا إزاي؟ اتجوزوا كشيء إشهار وعملوا فرح والناس كلها التمت وحضروا و و إلى آخره. الأم ماتت نفسها صفاق. هنا بحسب العيال البنات ديت إيه موقفي، وخاصة بيت سنها 16 17 سنة على سن زواج. الناس بتدور عليها تخطب. قالوا لا ده مالهاش شهادات ميلاد. ازاي؟ امال اتجوزتهم ازاي؟ قالوا احنا مالهاش شهادات ميلاد. الراجل ماليش شهادة ميلاد اللي كان متجوزتي، ولا معاه بطاقة ولا له هوية ولا له أب ولا له أم. يعني من الآخر من أطفال الشوارع. طيب الحل إيه؟ نسيبوا ثلاث بنات من غير شهادات ميلاد؟ ولا تقنوا وضعهم؟ ده لو حتى ماتوا مش هنعرفوا انهم طالعين شهادة وفاة. ابوهم نفسه اللي يقال عليهم ابوهم او يدعى ان ابوهم ما طلعلوش شهادة وفاة. دفنوه بتصريح دفن. تصريح ادفن الجثة. ما طلعوش شهادة وفاة لغاية الوقت. انما الام معاها بطاقة. ولها هوية ولها اهل. دي طلع لها شهادة وفاة عادي، عملية عادية. فالموقف دلوقتي محتاج إن التلات بنات يقنن وضعهم ويطلع لهم شهادات ميلاد. رحنا مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، رحنا الأحوال المدنية في شبين الكوم، رحنا مركز شرطة تل، ولا حياة لمن تنادي، ولا دولة تعرف عنهم حاجة. هل هم موجودين؟ هل هم ميتين؟ ما فيش، ما لهم شهادات ميلاد، ما لهمش اي هويه. محدش هنا كان يعرف ان معاه الشوراء زي ما كيل في الاخر يعني. وجينا ماليش اي اصل خالص، ولا اي اهل ولا اي ورق، لا ميلاد. وحتى لما جه توفى مفيش حيثيث خالص توفى غير تصريح بالدفن. كان نفسي اروح المدرسه وانا صغير ورحتش. كانوا اصحابي دلوقتي متعلمين، حتى لما جيت هنا البلد بعد ما امي توفت كل اصحابي راحوا المدرسه، ما رحتش انا المدرسه ولا قعدت حاجه. كلهم راحوا الدروس والمدارس وما حدش بيقعد معايا خالص، ما فيش اي حاجه خالص، وكاننا اصلا مش موجودين. ما ردناش اصلا من الاساس، وحتى لما كنت بسال امي ما كانتش بتجاوبني قد كده. عاوزه شهاده ميلاد وبس، مش عاوزه اكتر من كده. بجد نفسي يعني كان نفسي اتعلم او نفسي اعمل حاجه بعد كده، عشان على طول كل اللي حواليا بيعملوا كل حاجة حلوة نفسهم فيها إلا أنا بعملش أي حاجة. جه قدي ما هو كان غلبان، يعني ما نعرفلوش سك ماشي إزاي وعمل إزاي. وقال أنا عاوز نخطبها وجا عندني وهي عايزة وهو عايزة. قلنا خلاص يتوكلنا على الله، ما عملنا فرح وأخدها ومشي خلفوا عيال. كنت روح تولد في المستشفى يقول خدوها ومشوا، بنت صغننة يقول خدوها ومشوا، لحد ما بقوا الثلاث بنات. والاخر خدتهم ومشوا وراء عندهم في مصر. فين حته وفي اي حته ما نعرفوش. مات الاول وهي الاخرى ماتت وراه بقى لها بتاع يجي خمس شهور. بس لا ورق معاهم ولا بطاقه، ولا دي خشيت المدرسه ولا اي عيله منهم خشيت المدرسه. ولا في حاجه خالص وزعلني. يعني أكتر الليالي باتوا زعلانين وبعبي عيطوا، وأنا ما بديش حاجة نعمل. هنعمل إيه؟ ما أنت ما أنتش لاقي إثبات قدامك إنك تعمل. أنا كده ما شفتش تقرير، أنا شفت مأساة، مأساة في كل حاجة.
أب وأم أصلاً من غير شهادات ميلاد وتجوزوا مشاهرة وخلفوا ثلاث بنات، ولما الأب يتوفى فيدفن بتصريح وملوش شهادة وفاة، وبالتالي البنات ملهمش شهادات ميلاد وبالتالي ملهمش بطايق وهكذا، فتفضل المأساة بقى هنا عمالة بتستمر من جيل للجيل اللي بعده، مأساة حقيقية بكل المقاييس. خلوني أرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، وطبعاً من مبدأ ليديز فيرست لازم نبدأ الأول بأستاذة فاتن عريف الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، منورانا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا دكتور سمير رشاد ابو طالب استاذ القانون العام بكليه الحقوق المحاضر السابق بكليه الشرطه، منورنا دكتور. الله يسعدك. ازاي الحال؟ ربنا يكرمك عليك. طيب انا هاخد الاول الموضوع من وجهه نظر البحث في قضيه حقيقي مجتمعي، اللي احنا شفناه ده ماساه مكتمله وعلى ما يبدو ملهاش نهايه لو فضلنا مستمرين كده، لان هناك ما يطلق عليه الزواج بالمشاهره. طيب خلينا الأول نقول للناس عشان نعرفهم يعني إيه الزواج بالمشاهرة. خلينا نقول إن الزواج، إن ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج في كتابه العزيز وقال إن هو حضرتك بيجعل ما بينهم مودة ورحمة ما بين الزوجين علشان بعد كده تعمر الكون ويكون في أسرة، والأسرة ده هي تكون مستقرة ويكون في نسب، وبعد كده هو الحياة كلها حضرتك تستقيم بالأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع هو مجموعة من الأسر. صحة الأسرة صحة المجتمع، وبالتالي صحة الدولة ككل. طيب أنا عايزة أقول في خمس حضرتك شروط أساسية خاصة بالزواج. أولا لازم يكون في الإجاب والقبول ما بين الطرفين. تاني حاجة يكون في إشهار وعلنية. ثالث حاجة في شهادة شهود، وشهادة شهود حضرتك تقبلهم وتعرفهم للشهود ده هوت، لأن في كتير جدا من البنات والأسر بيقعوا في خطأ كبير جدا إن الشهود ما بيعرفوش لا هويتهم ولا هم منين ولا هم حضرتك يعرف يتوصل لهم إزاي بالظبط كده، أو اتنين ماشيين في الشارع. غير كده هوت حضرتك بيكون في مهر، والمهر ده هوت المفروض ان الزوجه اللي هي المفروض العروسه بتقبله باقل قليل، ممكن يكون اقل حاجه وهي بتقبل هذا المهر، وحضرتك بتكون باذن وليها. طيب ايه اللي جد حضرتك من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طالما ان دي حضرتك المفروض الخمس شروط، الناس كترت والعالم حضرتك بقى فيه توسع فيه وبقاش الدنيا بقت قبائل وكل الناس عارفة بعضها، بعد كده هو حضرتك طلع شرط وهو شرط التوثيق، علشان حضرتك التوثيق ده هو يحفظ الحقوق والواجبات بالنسبة حضرتك للزوج والزوجة. في نفس الوقت لو حصل حضرتك نوع من الطلاق يبقى حضرتك ان احنا نقدر نستند للشهود ونقدر نستند حضرتك لوثيقة الزواج. لما يكون فيه بعد كده هو انجاب يبقى نعرف نعمل لهم شهادة ميلاد ونسبة حضرتك اللي إيه الطفل ده هوت لوالده بحضرتك بهذه الوثيقة، وبعد كده يترتب عليه حقوق. أهم الحقوق حضرتك اللي بيترتب عليها أولا هي الميراث، يعني لو في زوج وزوجة وتوفاه الله هذا الزوج من حقها إن هي ترثه. طيب لو معهاش حضرتك وثيقة زي كده هوت واتفقت الأسرة زي ما احنا سمعنا كده هوت، زي ما الحاجة كانت بتقول أي حد يجي هاتوا البنت يبقى ربنا يبارك لك فيها، احنا عايزين نتجوز بنتكم ربنا يبارك لك فيهم، بمنطق ايه؟ بمنطق حضرتك المشاهرة او بمنطق الاشهار، على ان هو اهل البلد بيبقوا عارفين، ولي الامر حضرتك بيكون موافق، بيجيبهم حضرتك شهادة شهود، وبعدين حضرتك بيكون في ايجاب وقبول ما بين الطرفين وبيتم الزواج. هل بيتم توثيقه؟ لا ما بيتمش التوثيق. بناء عليه حضرتك هنخسر كل الحاجات اللي انا قلت عليها، مش هيبقى في وثيقه للبنت او للولد اللي هيبعد كده هوت اللي هينتج من هذا الزواج عشان اعمل له انا شهاده ميلاد. شهاده ميلاد هترتبط بصحه الطفل ده هوت، لان اي طفل حضرتك بيتولد سواء ذكر او انثى بيكون ليه حضرتك وثيقه بتبقى اسمها وثيقه صحيه، بيبقى ياخد فيها حضرتك كل التطعيمات اللي بتقول عليها منظمه بالظبط كده، والبطاقه الصحيه اللي حضرتك وزاره الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه حضرتك اللي موثقه عشان يبقى نحافظ على صحه الطفل. سن حضرتك عندك سن التعليم بيدخل بعد كده هوت المدرسه، بعد كده هوت حضرتك ان هو بيكون ليه بطاقه شخصيه، البطاقه الشخصيه ده هوت بيكون ليه هويه داخل المجتمع معروف مين نسبه ومين بابا، ومنها يقدر يحصل على كل حقوقه زيه زي اي مواطن بالظبط كده. كل ده انا بقوله له، او بالاصح لما بيحصل النوع ده من الزواج يختفي ينتهي، لان انا مش عارف ادي لك حقوقك، لان انا اصلا مش شايفك، انت مش قدامي، دي أنا حقيقة. مش لقيك. طيب هنا هرجع لدكتور سمير، وهنا بقى القانون
القانون يعمل ايه في حاجه زي كده؟ زي ما يعني الرجل الكبير الفاضل اللي كان بيتكلم قال لك احنا رحنا الاحوال المدنيه في المنوفيه والاحوال المدنيه مش حدش عارف يعمل لنا حاجه، واظن ده طبيعي، ما انا مش لاقي ولا ورقه لا للبنات ولا لابوهم ولا لامهم. انا خليني اشكر برنامج بصراحه التاسعه مساء، وده شيء عظيم جدا ان يعني بدا يدخل في حاجه مهمه جدا للاسره المصريه، لان يمكن لسه كنا قبل الهواء بنقول قانون الاسره المصريه ده يعتبر قانون امن قومي للاسره، لان انت لو طالع مبسوط من بيتك اعتقد كل اليوم هيكون معاك كويس، لو في مشكله هتلاقي كل اليوم في مشاكل كتيره جدا، ما بال سعادتك لما بتلاقي حاجه شخصيه او حاجه زي المأساة اللي انت سعادتك اشرت ليها او التقرير اللي كان موجود ده حاجه فعلا تحزن. واي تنفيذ النهارده واي مسؤول ليه قوانين، يعني هو النهارده بتاع السجل او مسؤول السجل او مساعد وزير الداخليه حتى الاحوال المدنيه بيمشي على القانون طبعا. القانون ده في حاجات موجوده وفي حاجات للاسف يعني معلش انا النهارده يعني الزواج اللي احنا بطرقه المختلفه باستثناء الزواج الموثق يعني كله معروف النهارده في زواج موثق، وفي النهارده اول بطاقه اول شهاده الميلاد ما بتطلع فيها رقم قومي بيفضل ماشي سعادتك مع هذا الشخص على طول لغايه ما ايه ما بيحصل على كل حقوقه او التزاماته ايا كان. انما شفنا اختلاف او في اكتر من يعني امر للزواج طبعا امور كثيره جدا، مش هنخش من الناحيه الدينيه لان الثوابت الشريعه احنا مش مجال لها هنا، ولكن خلينا نتكلم في الناحيه زي ما سعادتك قلت القانونيه. النهارده اي مسؤول بيمشي على او اي تنفيذي بيمشي على القوانين. الحاله دي لها لا لا حلول، بس حلول ملتويه وبعيده، ومش عايز يعني مش عايزين الكل يمشي فيها. يعني النهارده ممكن يرفع دعوه بقى في سعادتك الدعوه اثبات في الاول اثبات زوجيه قدام القضاء ويجيب الشهود ويجيب شيخ البلد ويجيب ويجيب ويجيب، وبعدين يسبع يرفع دعوه ثاني اثبات نسب عشان يقدر يثبت هذا النسب، ودي بتاخد لفه طويله جدا. احنا في حاله زي اللي احنا شفناها دي ما هو الاب والام مش موجودين، ما هو هيضطر يرفع بالشات شهود، هيضطر يرفع قضايا قدام المحاكم، ولكن ده مش هو طريق الحل. انا محتاج تدخل تشريعي يعالج هذا الموقف. يعني انا دي الامور اللي هي حاليا بيعالجوا بها المواقف اللي هي للاسف، ولكن تعرف القضاء وطرق القضاء وده مش موجود. يعني عايز اقول النهارده القاضي بيضطر او بنرجع لهذه الامور اللي خلينا نقول سعادتك ربما كانت ملتويه او غير سليمه. ما انا مش عاوز حد يلجا لطريقه ولا ملتويه ولا غير سليمه، ما انا عشان كده بقول لسعادتك احل الموضوع بالقانون. كنت بقول لسعادتك بصفتك النايب، فسعادتك انت تتبنى هذا الامر، انت سعادتك انت عارف المشاريع قوانين باحدى الطريقين، اما اقتراح مشروع بقانون او مشروع بقانون ب 60 نايب، او انت سعادتك في لجنه الاقتراحات والشكاوي. حتى أيوة المقترحات تتقدم اللي هيتقدم بيها اي من الساده النواب لازم في النهايه خالص يبقى في عنده تصور ما. التصور فيه التصور عند اهل القانون. هقول لسعادتك ما هو التصور برضو يمكن برضو كنت بقول لسعادتك قبل الهوا ان احنا هنظلم لو قعدنا قلنا الحلول هنا، ده سعادتك حتى يمكن على الهوا صعب ان احنا نوصل لكل الحلول. انت عايز متخصصين في غرف مغلقه في اكتر من يعني باكتر من حوار بحيث ان احنا نضع الحلول المهمه المناسبه، عشان ده تتكلم في شعب فئه في شريحه كبيره جدا من المجتمع، مش صعب ان حد يوصل لها لحلول مقترحه. ولكن انا عندي بعض الحلول او المقترحات اللي ربما كانت تساهم ولو بجزئيه بسيطه، قعدت افكر فيها ايه اللي ممكن نعمله زي ايه؟ يعني زي سعادتك يعني النهارده مثلا احنا عرفنا احنا قلنا فيها اكتر من مش الحاله دي، يعني في اكتر من امر غير موثق. يعني النهارده تبص تلاقي بعض احنا طبعا عندنا حضر وعندنا ريف وعندنا قبائل وعندنا معلش نجوع وعندنا ناس بسطة، والبنت النهارده في البعض بيتعتقد خطأ ان التعليم عنده بسيط، انت عدت 15 سنه يبقى كده معرفش فات عمر الزواج، انما عندي السن كذا، فبيضطر بتتزوج قبل سن الزواج بسنه باتنين، طبعا بيضطر يروح يدفع غرامه او يتحول للنيابه امر جنائي وما الى ذلك، ويبقى ليه شق قانوني بيتحاسب عليه على فكره، كل اللي بيعمل كده بيبقى ليه شق قانوني، وان دخل في تزوير بيتحاسب بالتزوير، وقصه السنه طويله، ولكن ده مش هنتفرع بيها عشان ما نشغلش الراي العام. ماشي. ولكن وجهه نظري ان النهارده اللي يساعد يعني النهارده ولي الامر اذا زوج ابنته وهي قاصر، احنا ممكن النهارده معلش يعني نمنع عنه كل الدعم بتاع الدوله زي تكافل وكرامه زي التومين زي غيره، ويبقى الاب عارف. طب النهارده هي الاسر دي بسيطه لما تلاقي انها مش هتتمتع بالدعم ده اعتقد ده فيما ياتي لاحقا. لكن سابقا انا ما اقدرش احرم حد، لانه في النهايه مين اللي خسران؟ البني ادم وانا الدوله، لانه البني ادم اللي مش هياكل ومش هيشرب ومش هيتعالج ومش هيتعالج والدوله خسرانه مبلغ كبير جدا، عنصر عاطل عندي عن تأدية أي مهمة أنا لا بأكله ولا بشربه ولا بعلمه ولا بعالجه.
طب ما هو انا الدوله اللي مسؤوله عن رعايته، ما انا عاوز ارعاه، اقدر اعمل كده في حالات لاحقه، لكن في الحالات السابقه خلينا اقول لحضرتك على ان الدوله هي الخسرانه الكبيره في الموضوع ده، هوت مش الفرد فقط. ليه بقى؟ لان الدوله حضرتك عندها اللي هي عدد السكان، انا حضرتك عندي مفروض معهد التخطيط بيطلع لي حضرتك عدد السكان الاصليين بالنسبه للدوله، في ناس مجهوله الهويه، هي في ناس مش موجوده حضرتك على خارطه الدوله اصلا. يعني انا الماساه للفتاه اللي هي بتتحدث عنها ده هي بكم حضرتك الحزن اللي هي بتقول انا مش موجوده على الدنيا. يعني هي حضرتك بني ادمه ربنا سبحانه وتعالى ادها كل الحقوق وعليها واجبات، لكن هي لا بتاخد حضرتك حقوق ولا هي مش موجوده في المجتمع، مش موجوده حضرتك في الدوله. كمان الدوله حضرتك بتخسر ان فعلا العدد الحقيقي بالنسبه لعدد السكان ما بيكونش حقيقي، لان في ناس حضرتك مجهوله الهويه وفي ناس ساقطه قيد، وساقط القيد ده هو حضرتك اللي ملهوش شهاده ميلاد وملهوش حضرتك بطاقه، البطاقه ده هي بتحدد فيها حضرتك الهويه، بتحدد فيها الرقم القومي. حتى كمان انا كدوله لو عايزه اقدم له خدمات انا مش هعرف اقدم له خدمات. عايز اديله كارت العيش، عايز اديله بطاقه التمويل، عايز اديله الشهاده الصحيه، عايز اديله حضرتك ان هو يتمتع حضرتك بكل الحقوق والواجبات لاي مواطن مصري، هو مش موجود على الخريطه. يبقى انا ما اسالش حضرتك الدوله على ان الناس دهيت انت بتقدم لها ايه، لان هو اصلا مش موجود حضرتك، الدوله لا تعلم عنهم شيء. لكن انا عندي حضرتك كان عندي قصه ماساه كمان زي الماساه دهيت، كنت بعمل حضرتك في احدى القرى في محافظه الجيزه، حضرتك محافظه الجيزه دي مش بعيده، دي محافظه الجيزه جنبنا اهيت حضرتك عندي كوبري بالظبط كده اهوت. فيعني انا مش بقول حضرتك ان احنا بندخل في الصعيد او بندخل في القرى حضرتك البعيده، ولكن في محافظه حضرتك يعني المفروض ان هي قريبه من جزء من نطاق القاهره الكبرى، من نطاق القاهره الكبرى. فحضرتك انا كنت بعمل قافله طبيه وانا واقفه حضرتك لقيت شابه جايه في حدود حضرتك تقريبا 15 16 سنه وشايله طفل جايه عليه، فبقول لها انت واقفه انت مستنيه ايه؟ قالت لي ده انا جايه طعم ابني بس مش عارفه طعمه. تمام، قلت لها هو ده ابنك؟ راحت قالت لي قلت لها انت عندك كام سنه؟ قالت لي 15 سنه. قلت لها طب انت قالت لي ده انا متجوزه بقالي سنتين. قلت لها طيب 13 و 15 سنه يعني تقريبا متجوزه عندها 13 سنه. تمام، قلت لها طب وانت جايه علشان تعملي ايه هنا في الوحده؟ قالت لي للاسف انا مش عارفه اطلع لابني شهاده صحيه طبعاً. لان انا مش عارفه اطلع شهاده ميلاد لابني، لان الاب يعني قام بزواجها نتيجه حضرتك ايصال اخده من الزوج لصالح الاب. يعني حتى البنت ما تقدرش ان هي يعني الفلوس ده هي تستنفع بيها، حتى حضرتك ما تقدرش ان هي تقوم محامي علشان حضرتك ان هي ترفع دعوه خلع او ترفع دعوه طلاق، لان هي اصلا قاصر في القانون. تمام؟ هي ما فيش حاجه بالظبط. وغير كده هي مش متزوجه لان ما تمش عمل وثيقه زواج بالنسبه لها. في نفس الوقت حضرتك الطفل اللي هو موجود معها مش عارفه ان هي تديله الرعايه الصحيه. شوف الماساه الاكتر بقى، ان الزوج خالف القانون وحضرتك اتسجن وبقى موجود تحت حضرتك دائره القانون لمده 10 سنين. تمام كده هوت العقوبه اللي كانت موجوده عليه، فهي مش عارفه تعمل حاجه. فقرر الجد ان هو حضرتك ياخد الابن ده هوت اللي هو ابن بنته ويكتبه باسمه هو اسم. فبدل ما حضرتك يبقى هو يعني خال الاولاد، وبدل ما يبقى حضرتك هو يعني ابن بنته بقى حضرتك هو ابنه. هنا في نسب، اصبح في خلط انساب. خلط انساب. طيب هستاذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل نكمل الكلام، يمكن نرجع فيها لدكتور سمير رشاد ابو طالب. بس برضو واجب التنويه، احنا مش بنتكلم على ظاهره عامه، احنا بنتكلم على حالات هي قليله بس هي موجوده يجب ان تنتهي، وهو ده اللي احنا بنحاول نطرحه. استنونا بعد الفاصل. الحكايه معقده اكتر مما يجب بصراحه. طب بعد الترحيب وتجديد الترحيب بضيوفنا الاعزاء ارجع لدكتور سمير. في ناس مهما نقعد ننصح ونفهم مش عايزه لا تسمع ولا عايزه تفهم، اللي هي مساله مش عاوز يعي. القانون بياخد بقى في الحاله دي مجراه، يعني ماذا يحدث لو هنا بقى العقوبه القانونيه
الأب زوج بنته القاصر، عملوا زواج بالمشاهرة، الزوج اللي ما هوش قاصر وتزوج هذه القاصر، القانون بيتصرف مع الناس دي إزاي؟ خلينا نقول لسعادتك يمكن مؤخرا بدأ يطبق القانون تطبيق يعني قوي. أي ولي أمر أو أي قاصرة تتزوج طبعا بيكون لها ولي أمر طبعا، الاتنين بيتحالوا للنيابة ولازم المشاهدين يعرفوا كده. وطبعا هنا بنقف عند يعني المخالفة، هل هو خالف فرجة رسمية أو ظهر فرجة رسمية بيخش في موضوع تاني. هل هي كانت المخالفة في أمر يعني بسيط متعلق بالسن برضو بيخش النيابة، إما أمر جنائي أو حسب الجرم اللي ارتكبه. هنا بتتكيف الخطأ حسب الجرم اللي ارتكبه، وده النيابة بتقوم بدورها في هذا الشأن. فلازم المشاهدين يعرفوا أن أي خطأ وخاصة في الأيام الحديثة دي، وأعتقد كل قرية بدأ يتحال منها اتنين تلاتة أربعة، يمكن كان في الأول الدنيا سداح مداح ما حدش عارف حاجة، وكان كله بيعدي لغاية ما يكبروا ويجيبوا الشهايد، وسواء يجيبوها كده ولا كده. ويمكن لسه أنا امبارح كنت في مشكلة كده مع حد فبيقول أصل إحنا كنا ماشيين بالبركة، البركة دي كانت خلاص زمان، إنما الوقت البركة موجودة بس البركة مقننة. وفي قانون وفي حاجة اسمها دول مقننة يعني سعادتك، حتى لو يعني حتى الحياة الموثقة دي حتى لو كانت بتطول في المحاكم جدلا، ولكن كل واحد بياخد كل حقوقه. اما الامور الثانيه اللي هي غير موثقه وما تشابه ذلك بيسبب مشاكل جدا، حتى الدوله لها حقوق بتضيع عليها. يعني انا تحضرني شيء معين كده، ان الدوله بيضيع عليها ملايين الجنيهات من الزواج العرفي اللي هي الاغلب القاصرات، اغلب اللي يعني واحده ارامل احنا عندنا طبعا اعتقد حوالي 10 مليون ارمل ارمل، فالست الارمل اللي بتقبض معاش عشان تحافظ على معاشها تضطر تتزوج. تمام؟ فطبعا بتضيع حق الدوله، فبرضه محتاجش تدخل تشريعي. يعني انا خلاص ما انت مش عايز تقنن، بس دي حدوته تانية. ما انت قلت ساعتك الحدوته الاصليه بتاعتي هنا في مساله زواج بالمشاهره لقاصرات او حتى لغير قاصرات، مجرد زواج بالمشاهره انا مش قادر افهم يعني الحاله دي بتحصل عند القاصرات. انت بتفهم ليه ولي الامر بيعملوا كده ليه؟ ازاي ده ساعتك بس هو حاليا يمكن دي زي ما انت ساعتك لسه بتقول مش ظاهره، هي قليله جدا في بعض الاماكن وفي بعض النجوع وفي بعض الامور، وكلها برضو ربما كان لها ظروف خاصه. يعني ظروف خاصه كده طبعا للاسف عندنا برضو ما زال لسه في نسبه يعني معلش اميه فظيعه جدا، فممكن تبقى بنسب بسيطه جدا ان لم تكن منعدمه وبدات تختفي شيئا فشيئا، وان كانت دي ظاهره ولكن ده استثناء او شاذ لا يمكن القياس عليه، وده مش منتشر وان شاء الله مش هينتشر، لان اللي هيعرض نفسه في مثل هذه الامور هيتعرض لعقوبه رادعه شديده والدوله لن تسيب. انا عارف ومتوقع استاذه فاتن هتقول لنا يا جماعه بس العدد مش قليل، انا عارف ان العدد قد يكون بالالاف، بس في ظل 104 مليون مواطن، عشان كده قلت ما هي الظاهره، النسبه هي ضئيله لكن هي للاسف الشديد اللي كنت بصفها في الاول هي ماساه. طب استاذه فاتن بطبيعة الحال وبطبيعة نشاطك وبطبيعة عملك كباحثة في هذه الأمور بتنزلي وبتشوفي وبتلفي، لما بتتكلمي مع الناس دول بيقولوا لك إيه؟ يعني لما تقولوا مثلا كده مفيش لا رعاية صحية ولا تموين ولا عيش ولا مدرسة ولا شغل ولا حاجة ولا حقوق ولا ميراث ولا حقوق ولا أي حاجة من الحاجات ده، بيقول لك إن الزواج ده هو يعني طب أيام الرسول عليه الصلاة والسلام يا أستاذة كان الزواج ده كان بيبقى إزاي؟ يعني أيوة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ده كان حاجة يعني كان فيه وكان يعني كان فيه المجتمع جاي. كان قليل والقبائل كانت معروفة والناس كانت معروفة على إن هو حضرتك الزواج زي ما قلت في البداية الشروط الأساسية للزواج، لكن دلوقتي المجتمع كبر والمجتمع بقى كمان بقى فيه حقوق عدة في المجتمع للأشخاص. إذا كان إحنا نتكلم دلوقتي في بناء الإنسان وحياة كريمة، ينفع يكون أصلا بناء الإنسان بشخص مجهول الهوية؟ أبني إزاي الإنسان وهو أصلا ما عندهوش يعني أبسط حقوقه اللي هي حضرتك المفروض شهادة ميلاد، شهادة الميلاد اللي بناء عليها هيقدر يواجه المجتمع اللي هو هيطلع بعد كده هيتعلم هيبقى بعد كده وطلي هوية يقدر إن هو حضرتك يواجه المجتمع بيها، وفي نفس الوقت يبقى عارف هو مين وابن مين والمجتمع يبص له نظرة احترام. طيب أنا عايز أقول لحضرتك كمان أنا يعني الناس ده هي عندي ثلاث حلول أو عندي قانون حضرتك يكون رادع لمن تسول له نفسه إن هو ممكن يقع في هذه الجريمة، وأنا بعتبرها إن هي جريمة يعاقب عليها القانون لأن فيها ضياع للحقوق حضرتك وضياع للحقوق وضياع لأشخاص ليس لهم أي ذنب.
انت كنت انا بتكلم على الاسره وان ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج، ولكن في امور عده لازم ان انا خطوات لازم اتبع هذه الخطوات علشان ابقى انسان يبقى موجود في المجتمع، وفي نفس الوقت ان اولادي لهم حقوق على هذا المجتمع. لازم اولا انا عشان اصلح حاجه زي كده انا ما بناديش على ان احنا ممكن نشرع قانون يكون حضرتك في حمايه للناس تفكر بعد كده انه ممكن يبقى في زواج عرفي او ممكن يبقى في حضرتك زواج بالمشاهره وممكن ان احنا نصلح المواضيع، ولكن احنا قدام هنا هو حضرتك دايره والدايره دهيت هتفضل تدور، بمعنى الاب والام كانوا مجهولين حضرتك الهويه، الاولاد بقوا مجهولين الهويه، يبقى هم حضرتك لما يجي يتزوجوا هيبقوا هم كمان اولادهم مجهولين الهويه وهتفضل الدايره في نفس طبعا. حضرتك النطاق دوت. طيب انا ممكن انا احلها بمعنى ان انا عندي دلوقتي في القريه اللي هم موجودين فيها اخد حضرتك شهاده الشهود من الناس اللي موجودين فيها واخد حضرتك شيخ القريه واخد حضرتك العمده ليقر ان هم دولت اولاد لهذا الشخص، بناء عليه بيتم حضرتك عمل ليهم عن طريق يتعمل لهم الاوراق اللازمه فيما بعد بالظبط كده. طب هنا هسال بسرعه عشان خلاص لازم اختم حاله. دكتور سمير، تعتبر انه من وجهه النظر القانونيه هل هذا جائز او هل هذا قد يساعد في حل هذه الازمه؟ انا بتكلم هنا على السابق وليس اللاحق. هو حاليا احنا بنعمل ايه؟ يعني هو الحل زي دي او الامور زي دي بيضطر يرفع قدام المحكمه دعوه اما اثبات نسب او اثبات زواج اذا كان زواج عن طريق الشهود. عن طريق الشهود زي ما كانت بتقول استاذه فاتن، عن طريق الشهود شيخ البلد، اهل البلد يشهدوا في وقدام القاضي ويثبتوا هذا الكلام. اذا كان زواج يبقى اثبات زواج، اذا كان خلي ما فيش وثيقة الزواج بيعمل هذا الكلام، اذا كان نسب بنعمل اثبات نسب، الاطفال ما لهمش حد، وده ممكن ياخد وقت شويه قدام المحكمه ولكن ده بنعالجه مؤقتا، ولكن ياخد وقت قد ايه يعني؟ ممكن 3 شهور بس، هو ده مش الحل. انا مش عايز بس يعني لو على 3 شهور ماشي، ما هو كل ما مش عايز اقول كده عشان كله لا، ما احنا بنقول يعني بقى هنا أنا اصبح أنا في أتمنى عندك أتمنى من عندي قانون رادع للي هيعملها تاني. اتمنى ان المشرع يتدخل ويضع بعض الحلول، ولكن هذه الحلول عشان نقولها الوقت او نقترحها الوقت لا صعب علينا، الحلول دي عايزه غرف مغلقه وعايزه متخصصين فنيين ونقعد نشوف ايه الحلول زي قانون الاسره لما قعدنا في مؤتمرات وما الى ذلك عشان نقدر. طب ابداوا يا دكتور، الغرف المغلقه دي بتاعت حضراتكم كاساتذه قانون ماشي، ما هو وتقدموا بالاقتراحات لمجلس النواب. من المفروض الدوله يعني معلش كانت الدوله بتبعت للمختصين والفنيين حد من الـ من الـ من الازهر، حد من اساتذه الجامعه، حد من وعملوا الندوات دي في كليات الحقوق ونقعد نتكلم ونشوف ايه الحلول المقترحة عشان نقدر نطلع قانون او نطلع حاجة تشريع. مش لازم الدولة، ممكن ابقى كلية الحقوق في جامعة كذا تبدأ تاخد خطوة في حاجة زي كده، نعمل مشروع قانون بالظبط، نعمل يا جماعة ندوات. طب النواب ساعتك هم اللي بيعمل، ما هو علشان النواب يعمل ده لازم ياخد مقترح. طب ما هو انت بتعمل المقترح القانوني ايه؟ ساعتك انت هتعمل المقترح فين؟ البنية القانونية اللي هبني عليها المقترح؟ ما هو انا عاوز اتقدم بمشروع قانون، هو فين القانون؟ قلنا الغرف المغلقة حضراتكم حلو، اعملوا الغرف المغلقة أولا، وبعد كده يبقى في حاجة اسمها لجان استماع في مجلس النواب، تيجوا للجان الاستماع تعرضوا ما اخرجتموه برضه العلم. لازم ان يكون تحت منظومه. طب خليني بقى بس حضرتك دلوقتي انوه عن حاجه، لازم اشكر الدوله واشكر المجلس القومي للمراه على الجهود الكبيره اللي صحيح. هو عملها أتفق. بقانون حضرتك تجريم الزواج القاصرات طبعًا. لان دي حضرتك الخطوه الاولانيه اللي هنقدر نثبت بعد كده هوت على ان لا يمكن فتاه اسرتها هيقدموا على انه يزوجوها دون سن ال 18، لان سن ال 18 ده هوت الموضوع مجرم بالقانون المصري وطبقا حتى للمواثيق الدوليه. بشكرك جدا 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 استاذه فاتن، كل الشكر لحضرتك استاذه فاتن عريف الباحثه في قضايا الاسره والمجتمع، ايضا دكتور سمير رشاد ابو طالب نورنا وشرفنا النهارده، استاذ القانون العام بكليه الحقوق والمحاضر السابق بكليه الشرطه. هستاذنكم هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل مع كاتبنا وناقدنا الكبير بحيي من بعيد اهو استاذ طارق الشناوي منورنا، ذكرى سعاد حسني واحده من جميلات ومبدعات مش بس جميلات السينما والشاشه المصريه بشكل عام. استنونا. استاذ طارق نورتنا. اهلا والحمد لله على السلامه من المرض. ازاي صح؟
كل شيء تمام. سعاد حسني يمكن انا وانا بقدمها في البدايه قلت ما بحبش الوصف بتاع بس جميلات الشاشه دي، يعني كلمه جميلات طبعاً. الشاشه ده وصف مخل جدا بالنسبه لي. سعاد حسني كانت مبدعه حقيقيه وليها افلام كتير مهمه، سواء اذا كان القاهره 30 او الزوجه الثانيه اللي شفنا يمكن مشهد سريع كده او حته صغيره منه، بئر الحرمان على سبيل المثال ده كان اداء برضو صغير على المخيف الى اخره، زوزو واهل القمه يعني هو وهي المسلسل العبقري في التلفزيون المصري احمد زكي رحمه كتير كتير يعني جميع. سعاد ما تقدرش تحدد الاختيار، ما تقدرش تحددها في حاجه. تفرد سعاد كان في ايه؟ ايه اللي خلاها تفردت؟ ايه اللي خلاها تميزت؟ بنت عندها 16 سنه اول مشاركه سينما تطلع بطله؟ حكايه ان تطلع بطله لاول مره دي ما هياش برضو الفيصل. ممكن واحد يطلع في ياما شفنا بطلات وابطال يعني دفعوا بيهم ولكن ما كملوش. يعني بيبقى ساعات ظروف، وهو حتى في حسن ونعيمة البطولة كانت فاتن وعبد الحليم، ده البركات هنري بركات وعبد الرحمن الخميسي قرروا فاتن وعبد الحليم في اللحظات الأخيرة. فاتن اعتذرت وعبد الحليم اعتذر، فالتحدي بقى بتاع عبد الرحمن الخميسي انه يجيب اثنين جداد سعاد ومحرم فؤاد يبقى سعاد ومحرم لاول مره بيدفعهم كبطوله ونجح الرهان. لدرجه ان هم كانوا بيعملوا نوع من الدعايه، اي حد اسمه حسن او واحده اسمها نعيمه تيجي السينما بالبطاقه بس خلاص كده مفيش تذكره تدخل ببلاش. طيب هرجع بقى على تفرد سعاد او تميز سعاد كان نابع من ايه؟ انا قلت لما قلت ان سعاد حسني نغمه مرئيه يعني لان كل حته فيها ايقاع، فيها احساس موسيقي لكن بالاداء مش بالغناء، يعني حتى قبل مساله بعيدا حتى الغناء لا بالاداء الحركي بالنظره، فهي نغمه مرئيه. قوه سعاد في تعدد انغامها الدراميه، ما تقدرش دايما الفنان بتحطه في حته ده استعراض خلاص تضرب تعظيم سلام، لا ده في الكوميديا تمام، ده في التراجيديا، طب سعاد لا سعاد متعددة، وهي النجمة أكتر نجمة عندها هذا التعدد. عندها التعدد علشان تعدد الموهبة، يعني ما هو برضو ست شادية حبيبتي وحبيبتك ما هي بتغني وبتمثل لكن ما عملتش استعراض ما بقولك لكن غنت ومثلت وعملت التراجيديا وعملت الكوميديا. هتلاقي سعاد أكتر فنانة عندها تعدد أنغام وأداء وتطور، وهي فطرية جدا وبتلقط. اصل مشكله فن اداء الممثل انه بيتطور بشكل بايقاع سريع، عشان كده تلاقي في ممثلين تالقوا في لحظه زمنيه وفجاه تبص كده تلاقيك فين ده، لانه ما عرفش يلقط لغه الاداء الجديده. سعاد لا كانت هي وكانها هي صاحبه الابجديه بتاعت الاداء، هي قانون الاداء. يعني سعاد تحولت من مؤديه عظيمه الى فن اداء، يعني ده اعلى حاجه ممكن يعملها المبدع. يعني مثلا تقول ايه ام كلثوم مش بس مغنيه ده فن اداء، عبد الحليم مش مغني عظيم ده فن اداء، سعاد حسني ليست فقط ممثله عظيمه هي فن اداء. ويطلع بقى تلاميذ دايما هتلاقي الاسماء قلت عليها دي بتعرفهم ازاي؟ من عدد التلاميذ اللي حتى بعد رحيلهم بيفضل موجود. حليم ما ماتش في تعدد اللي طلعوا بعده، سعاد حسني نفس الحكايه، وهي موجوده يبقى في ناس بتحاكيها. ترحل بتلاقي في كل حد نفسه يبقى سعاد. هل كانت هذه المحاكاه من التلاميذ علشان خاطر سعاد مدرسه في الاداء ولا سعاد حاله مبهره؟ لا وكانها هي الاداء، يعني بتقول الغناء ايه؟ يبقى ده الغناء. الفن الاداء الممثل الحقيقي بيبقى هو سعاد، فهم من فرط الابداع بيبقى الاداء بتاعها هو الابداع فقط. فسعاد مرت يعني مرت بالتجربه دي، وده اللي خلى انه هي دايما النموذج عند اغلب النجمات حتى الان. يقول لك دي سعاد زي سعاد حسني، نفسي يبقى سعاد حسني. نفسه يبقى سعاد، يعني كل نجمه ظهرت اكيد جواها رغبه ان تكون سعاد حسني. بكل القيمة بكل قوة سعاد حسني وموهبتها وتفردها أو مدرستها في الأداء دي، أو هي عبارة عن فن من فنون الأداء، هل أقدر أقول إنها خفتت في الزوجة الثانية أمام صلاح منصور وسناء جميل؟
وايه اللي خلاها خفتت كده؟ يعني كل القوه دي وخفتت جوه هذا العمل. لا بص، هو الزوجه الثانيه ده فيلم استثنائي على كل المستويات. يعني صلاح ابو سيف عمل حاجه، حاله خاصه جدا. الوهج العالي والتوظيف، يعني قيمه صلاح ابو سيف اكبر قيمه عنده مش فن قياده الممثل، هو ما بياخدش الممثل. صلاح دايما يقول لك ايه، لا اشتغل انت. انا طبعا عرفت صلاح كويس جدا. يا بختك. يقول يعني انت كممثل لا اشتغل، انما قوته في ايه؟ في تسكين الممثل. فتلاقي اروع الممثلين في الادوار بتاعتهم يتالقوا لانه صلاح حطهم على التراك المظبوط. فريد شوقي تلاقي احسن اعماله مثلا بدايه ونهايه. مين ده؟ صلاح طبعا، يروح حطه على طول. عارف هتلاقي سناء جميل في بدايه ونهايه والزوجه الثانيه، والزوجه الثانيه، وهتلاقي برضو جاب صلاح منصور في الاثنين وزوره. فهو كان في ذروه كده استثنائيه في الزوجه الثانيه، لكن طبعا ده لا ينفي وهج سعاد. يعني ولولا، وده القيمه بقى، لولا ان سعاد حسني في المشروع ما كانش بقى فيه مشروع. بس قيمه سعاد حسني كمان انها كانت بتتحدى النجم، نجم الشباك. يعني ايه؟ في افلام ممكن تتعرض عليها وهي طبعا بحكم خبرتها هتقرا وتقول لك لا ده مش هجيب ايرادات، انما لان الممثل جواها صوته عالي فهتخش التجربه. افلام كتيره سعاد حسني لولا انها تحمست للتجارب دي، مثلا مع سعيد مرزوق في زوجاتي والكلب، كانوا عارفين ده مغامره دخلت فيها سعاد، وكان طبعا اسمه قد كده، هي عشان المغامره دي تتعمل لازم سعاد توافق. سعاد توافق كويس. الخوف اللي بعده برضو لسعيد مرزوق نفس الحكايه، وهكذا. وكتير قوي من الاعمال لولا سعاد ما كانتش ظهرت. في الراعي والنساء مثلا، وده اخر اعمالها في السينما. اشتركت بقى كنوع من المؤازره لعلي بدرخان المخرج الصديق. كان طليق لكنه ظل، صديق، ظل صديقا كويس. فاشتغلت هنا موقف اخر كمان برضو. ورغم ذلك انا خدت الجائزه. انا فاكر شفتها، كنا في مهرجان اسكندريه، ودخلت سعاد علاقتي بيها كانت جيده جدا، فبقول لها مبروك. كنا عرفنا انها واخده احسن ممثله. فبصت لي قالت لي طب مش استنى يا طارق لما تعلن الجوائز كويس. بصيتها وصلت لي رساله تاكدت منها. يوم اعلان الجوائز تم تغيير الجائزه من احسن ممثله الى جائزه لجنه التحكيم الخاصه. الله. ليه؟ دي بقى هسيبها لك انت، مش قادر اقولها ليه. استاذ طارق دايما يدلنا انسايتس وانفرادات. ليه؟ ما انا عشان لازم اقول ايه اللي حصل وبتاع، انما يعني حاسبها بقى للخيال. في اللحظه الاخيره شوف الضرب، يعني سعاد حسني العظيمه دي واخده احسن ممثله، بيحصل برضو حاجه في الكواليس في اللحظه الاخيره واتخذت منها الجائزه. طيب يمكن اخر حاجه احنا بنختم كده دايما او ساعات، مش هقول دايما، ساعات كتير بيبقى مهما كان المبدع له من الحجم الا انه احيانا يقدم حاجه محدش يحس بيها او ما تتحبش. هل سعاد حصل لها كده انه في حاجه شفتها لها قلت دي مش سعاد؟ ما تذكرش انه سعاد ما حبتهاش في اي دور، يعني ما حصلش. في البدايات مثلا ممكن تبقى انت شايف انه المفروض هي اللي تحب عبد الحليم مثلا. كويس. في البنات والصيف ما طلعش اخته يعني، بس طلع ده لصالحها في الاخر. أوكي. لانه من ترفض عبد الحليم كان عزيز البدراوي، اتاثرت بسبب الرفض ده. ازاي حد يرفض عبد الحليم؟ ما اعتقدش يعني افلامها حوالي اقل من 90 فيلم. هو في عمر فني قصير، ما كانش طويل. سعاد بقيتها صغيره. طبعا، بس العدد، بس كان اقبال عليها ضخم جدا، كانت تنتقي. وكان اكبر ميزه عند سعاد ان النجم الشباك لم يحل دون تطلعها لادوار مختلفه. تشتغل اختيار مع يوسف شاهين، طبعا عارفه مش هجيب ايرادات. صح. اكيد يعني عايز هي مشكله نجوم الشباك انه اول حاجه يفكر فيها الايرادات. سعاد حسني اخر حاجه تفكر فيها الايرادات. موعد على العشاء كلها افلام مهمه جدا طبعا، بس القوه الحقيقيه اسم سعاد هو اللي خلى المشروعات دي. ده محمد خان طبعا، المشروعات دي كلها لولا سعاد ما كانتش اتعملت. بس في الاختيار انا هنا اختلف، عزة العلايلي هو الاختيار. هو البطل طبعا، هو البطل هو. بس وده الذكاء بتاعها انها بس عملت دور، عملت دور مهم يعني، عملت دور مهم. مفيش خلاف. ما هو الاختيار، يعني الاختيار ممكن يبقى الشخصيه دي هي البطل.
الفنان المبدع زي سعاد واللي اسمه اكبر واللي بالتوزيع بيتم عشانه و و و والجمهور بيقطع تذكره عشانه لما بيكون موهوب كبير قوي زي سعاد يقول لك لا وليه اخش التجربه واعمل ده. طيب هو الحلقه خلصت، انا هستاذن ان احنا ان شاء الله، انا عارف المره الجايه هتكون في برلين، بس لما يبقى منورنا بقى بعد برلين بالسلامه وتيجي الاستوديو ما تيجي نعمل حلقه كده حلوه على صلاح ابو سيف. اه طبعا ده بما انك حضرتك عرفته عن قرب فقلت لك يا بخت. طبعا طبعا كان من اهم الشخصيات اللي انا من حسن حظي التقيتها. طيب انا عايز اشكرك جدا 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 يا استاذ طارق، نورتنا وشرفتنا كمجرد. انت دايما بتخلي المساحه بتاعتنا قليله. ما هو مش ده بعدين بقى، مش انا والله العظيم. طيب حاضر. المخرج عمرو زكريا تحديدا، خليك حافظ الاسم، عمرو هو السبب، عمال يقول لي تايم بقاله اربع دقائق. خلصت الحلقه لحد كده، لو كلنا العمر نقابلكم ان شاء الله السبت الجاي وبرنامجكم التاسعه دقائق، ويكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم 10.